استعرض رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مقترحا مقدما من شركة صينية للاستفادة من المياه المتخلفة عن مشروعات تحلية مياه البحر في استخلاص المعادن منها وفصلها، وذلك في ظل التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر خلال المرحلة الحالية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده مع مسؤولي شركة تيدا نيابة عن شركة تيان اي المسؤولة عن المشروع، حيث أعرب مدبولي عن أمله أن يسهم هذا المقترح في تحقيق عوائد ذات جدوى اقتصادية. كما وجه رئيس مجلس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأيام المقبلة مع مسؤولي الشركة لبحث تفاصيل هذا المشروع المقترح وشرح تفاصيل التقنية المستخدمة. نظمت الهيئة العامة للاستثمار مؤتمراً لتعريف مجتمع الأعمال بحوافز الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها الهيئة لتبسيط الإجراءات والشروط وآليات التقدم لمسابقة التميز في مجال التنمية المستدامة 2024. ومن المقرر أن تكرم الهيئة الشركات العشر الأكثر تميزاً في مجال المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة خلال عام 2024، على أن تمنحها حوافز للاستمرار في هذا الدور، وتتيح الهيئة التقدم للمسابقة عبر موقعها على أن يكون آخر موعد لقبول مستندات الشركات الراغبة في المشاركة يوم 31 من يناير القادم. شهدت المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا والتي تضم مصفات تكرير تابعة لشركة القاهرة لتكرير البترول عدة مشروعات لتطوير ورفع كفاءتها، وتؤمن المنطقة إمدادات البنزين والسولار والبوتاجاز لمحافظات الغربية والقليوبية والمنوفية والبحيرة وكفر الشيخ وأيضا دمياط. وأكد وزير البترول طارق الملا خلال تفقده المنطقة حرص برنامج التطوير والتحديث منذ انطلاقه عام 2016 على العمل بمخطط واضح يشمل كافة مناحي الصناعة البترولية، لافتا إلى أن المنطقة الجغرافية البترولية بطنطا بما تمثله من عراقة وأهمية هي أحد النماذج التي يتم العمل على تطويرها باستمرار، بما يضمن لها استمرار العمل على توفير الإمدادات للمنتجات البترولية لمناطق ذات كثافة سكانية كبيرة بوسط الدلتا بالتكامل مع منطقة الإسكندرية. في أسواق البترول العالمية تراجعت أسعار النفط وتتجه لإنهاء سلسلة مكاسب استمرت 3 أيام، حيث طغت المخاوف بشأن انخفاض الطلب في أعقاب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأمريكية على القلق حيال اضطرابات التجارة العالمية نتيجة التوترات في الشرق الأوسط. وتراجعت العقود الآجلة لخام برينت بنسبة 1.67% لتصل إلى 78 دولارا و37 سنتا للبرميل. كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.63% لتصل إلى 73 دولارا وسنتا واحدا للبرميل. هذا وهبطت أسعار المازوت عالميا بنسبة 0.8% لتصل إلى $2.66 للتر. وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 1.59% لتسجل $2.48 لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. قررت أنغولا الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وسط خلافات حول حصص الإنتاج، معتبرة أن الوقت قد حان للتركيز أكثر على أهدافها الخاصة. كانت أنغولا ونيجيريا ابتدتا في نهاية نوفمبر الماضي عدم رضاهما عن حصصهما خلال الاجتماع الوزاري الأخير لتحالف أوبك بلس الذي تم تأجيله لعدة أيام بسبب الخلافات.
أفرج الاتحاد الأوروبي عن مساعدة مالية لتونس بقيمة 150 مليون يورو، وأوضحت وزارة الخارجية التونسية أن المساعدات تندرج في إطار مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس في يوليو الماضي. وعودة لأخبارنا المحلية، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وأبقت لجنة السياسات النقدية على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.25% و 20.25% و 19.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.